جميل. وليد، هل يعني على طاري تويتر، هل وليد رجل يعني يستغبي أحيانا في بعض المواقف، أو أنه يتجاوز ودائما يكون هو شيء في الطبخة؟ هذه 3 أسئلة في سؤال واحد. اي، لانه يعني احيانا ممكن الواحد يتجاوز عن بعض الامور ويكون هو عارف الشغله بالكامل، ولكن يبين للناس انه هو غير فاهم مثلا، او ما له علاقه في هالموضوع. طيب أنا بشوف بقول لك، اللي يستغبي في وجهة نظري، اللي يستغبي للموقف هو شخص رحوم. حلو. يعني أنا شفت عليك حاجة ما هي كويسة، فأنا أستغبي لأني أنا ما أبغى أحط تعليق غير مناسب تجاهك، فأنا يا أستغبي سلام. تجاهك. لما أتجاهل فأنا أرى أن مثلا القدر أو المكان اللي حنا فيها ما يحتاج اني انزل للقدر والمكان اللي انت فيها، بعيد الشر عنك يا ابراهيم، فاتجاهل عشان امشي. شيء في الطبخه، نعم انا دائما شيء في الطبخه طيب، ممكن هو. تفسر لنا، هي انا اقتبستها من تغريده لك في تويتر، ممكن تفسر لنا هل يعني اكيد انه بعض التغريدات بناء على بعض المواقف او شيء، هل ممكن تفسر لنا سبب التغريده هذه؟ هل كانت في موقف معين ذاك الوقت؟ لا شوف، أي تغريدة أكتبها أنا ما هو في موقف معين، بس أعرف أنها تغريدة كاتبها وأعرف إيش معناها، ولو خانني يعني التعبير فيها لها أنا معنى في كاتب. راسك، ما هو لا ممكن ترسل بعض يكون الرموز معنى، مثلا. لا ممكن يكون معنى عام، فهمت؟ يعني بقول لك حاجة، خليني أفسر لك التغريدة هذيك. حلو. التغريدة هذيك اللي كانت تقول، ذكرني فيها، اللي هي انه بعض حقت، الناس مثلا ما يدري مثلا وش يعني ما يدري عنك او وكذا، وبالاخير ولا تحس يعرف انه انا اساسا هو انا الشيف. ايه، تحسسهم انك ما تعرف الطبخه وفي الاساس انت الشيف. يعني بقول لك ايوه حاجه، بالضبط. ما بنفسرها تفسير عام، بس يعني انت تعرف احيانا الناس كثير يطبخون طبخه في اعتقادهم انك انت ما تعرف الشيء الطبخي اللي قاعد تدار من خلفك، حلو. ما يدرون في الاساس انك انت ممكن تكون عارف بكل شيء، بس انك يعني معطيهم على جوهم، فهمت؟ ايوه حلو يعني حلو خلني ايه بالضبط زي كذا. حلوين. طيب وليد، انت متواجد بكثرة على التيك توك،